بنت احسان دي لقيتك واقعه فبتشتغلك، الغلبان ده كبير وياكل بخمسين ستين جنيه. انا اصلا اليومين دول نفسي مسدوده واكلتي ضعيفه. حراق بقول لك انا شايفه بعينيا الاثنين دول. طب يلا اطلع. يلا حبيبي اطلع. ماشي. يلا. هو احنا رايحين فين يا حراق؟ ايه اللي رايحين فين؟ رايحين نفسحك، مش عايز تفسح. مش عاوز الا مش عاوز، ده انا بحب الفسح قوي ومن زمان نفسي اركب الاتوبيس النهري وطرطش بايدي زي الفنان هاني شاهد. هنركب مولد وحنطور وهنختم بفرحة الطبطب السحري. الله يسعد اللي جابك يا حرص يا ابن العسل. اقول لك ايه؟ ايه؟ انزل كده على العماره دي واتكلم مع البواب اساله على الدكتور مشال عجروب في عماره كام. ماشي. اسمه ايه؟ مشال عجروب. مشال عجروب يا عم عجروب محمود اي حاجه. ماشي يلا. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور مشال عجروب موجود؟ لا مفيش حد هنا بالاسم ده. متاكد؟ ايوه متاكد. على المكان؟ لا روجل. يلا مفيش دكتور اسمه علوه يا عم. يلا 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 يلا. ايه الحاجات دي؟ بدي شويه غراض بتاعها. يلا بس يلا اقعد. انت لسه هتستغرب. غراض جد اطلع. بس بالراحه. احنا وقفنا ليه يا جدعان؟ امال فين الاوتوبيس النهري؟ مش عارف يا هوجل، يعني يظهر كده ان احنا تهنا. مش عارف احنا ايه اللي جابنا هنا. بقول لك ايه، روح اسال الراجل بتاع الجراج ده قول له فين الاوتوبيس النهري. اوتوبيس نهري ايه؟ هو فين البحر اللي هيمشي فيه الاوتوبيس النهري ده؟ انا مش شايف كوبايه ميه حتى. ما الميه قطعه يا هوجل. انزل اسال واخلص. ما فيش حد بيشتغل بشهادته دلوقتي يا هوجل. ماشي اخلص وروح اسال الراجل اللي هناك ده قول له الاوتوبيس النهري بيعدي من هنا ولا لا، ولما ترجع تركب بسرعه عشان احنا مستعجلين، وخد بالك انها ممكن ترجع في اي لحظه. بسرعه. ماشي ربنا يستر. ايه؟ تعالى في شنطه في العربيه هنا، روح جيبها بسرعه. هو في حد هيسيب شنطه فيها فلوس ويطلع ينام يا حراق؟ تقعد تتناقش مع اهلي؟ هات دماغك وروح يلا. حاضر. امال الاقي الاوتوبيس النهري فين؟ يا نهار اسود انت فاهم صح؟ يا عم انت رايح. هو يا عم سيبك من ده عليا. هو يا عم قول لي الاوتوبيس النهري فين؟ يا نهار ما فيش اوتوبيس ياه فين؟ انت قاعد معايا ليه؟ اوتوبيس ياه؟ انت قاعد معايا ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا نفسي اركب الاوتوبيس النهري. ايوه يا حورس. يا راجل حورس ابعد يا جدع. توعوه ابعد ابعد ابعدوا. تعال تعال معايا.